دلوقتي يجي ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي المفروض نتعامل بيها والتقرب إلى الله في أيام شهر رمضان المبارك. والنهاردة التقرير بعنوان خليك إيجابي. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام بيعلمنا إن إحنا نكون إيجابيين مع اللي حوالينا، بيعلمنا إن إحنا نكون مراعيين جدا لأحوال الناس. هعلمك قصة حلوة قوي في القرآن هنتعلمها النهاردة من نملة. ما تستغربش، القصة اللي هتعلمها من نملة دي قصة جميلة جدا، قصة المفروض ان احنا نقف عندها كتير، مش دقيقتين ثلاثة كمان. سيدنا سليمان وكلنا عارفين القصة دي في سورة النمل، لما كان ماشي بالجيش بتاعه نملة من النمل شافت سيدنا سليمان وشافت ان هو جاي بالجيش بتاعه اللي موجود فيه الانس والجن، وهيمشي على النمل هيدوس عليه. النملة ما جريتش وسابت اللي حواليها وراحت تشوف حالها مع نفسها، لا، النملة وقفت ونادت ونبهت النمل إن خدوا بالكم إن سيدنا سليمان هيدوس عليكم، فلازم تاخدوا بالكم وتمشوا من طريقه. وعايز أقولك في القرآن الكريم إعجاز رهيب جدا، لأن ربنا لما يتكلم في القرآن ويقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف قمة الإنصاف والجمال، النملة قامت نادت على إخواتها وحذرتهم بكل ذوق، وكمان ما اتهمتش سيدنا سليمان بأن هو هيدوس عليهم، قالت إيه؟ قالت وهم لا يشعرون، يعني كانت إيجابية جدا وعارفة واجب الإنسان أو واجب الكائن ده على اللي حواليه، إنك أنت لازم تكون مراعي جدا لحال اللي حواليك، إنك تكون متفاعل وإيجابي في المجتمع اللي أنت فيه. اوعى تقول نفسي نفسي اوعى تقول إن أنا وغيري ماليش دعوة بيه، أبدا. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا القصص ده في القرآن علشان يعلمنا إن كلنا واحد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. ما نعرفش نعيش لوحدنا، محدش يعرف ينعزل لوحده ويعيش، وإلا هنعمل زي عابد بني إسرائيل اللي لما ليه قوم وحشين فرح قعد لوحده وعبد ربنا، ولما ربنا أمر بهلاك البلد دي قالوا يا رب ده فيها فلان، ده العابد الزاهد، ربنا قال لهم به فابدأوا. ده اللي اعتزل مع نفسه وشاف نفسه أحسن حد. اوعى تعتقد كده واوعى تشوف نفسك لوحدك، ربنا خلقنا علشان نكون مع بعض وعشان نتعلم من بعض وعلشان كلنا ناخد بإيد بعض. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.